اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا النهارده، فاكرين البيضه الكندر اللي احنا فتحناها؟ بص بقى طلعت فيها اللعبه دي، هنركبها بقى النهارده مع بعض. الله بص شكلها حلو جدا. يا ترى بقى اللعبه دي عباره عن ايه؟ اهو بص مرسوم بقى معايا في الصوره ان هي شكلها شبه الطياره كده، الهليكوبتر، الاجنحه بتاعتها، ودي عباره عن في الاخر نحله. طبعا انتوا عارفين النحله بنلفها بتفضل تقعد تلف 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 تلف. دلوقتي بقى هركبها وبعد كده بقى نجربها مع بعض ونشوف يا ترى بقى النحله دي هتشتغل ازاي وتكون عباره عن ايه. واو انا متشوقه ومتحمسه قوي، انا بحب النحله جدا وتبقى ممتعه في اللعب اصلا لما نيجي نقعد نلعب بيها. اوكي بصوا بقى بتتركب كده. اوكي بعدين هنحط بقيه الحاجه بقى كده. ماشي هي تتركب بقى بمنتهى السهولة. اهو ركبناها بقى في كل حتة، فاضلي بقى الجزء اللي فوق ده. ده اللي بنمسكها بقى عشان نقدر ان احنا نلفها منه. على حق على حاجة ان احنا كنا نقعد نفكها ونركبها تاني براحتنا. اهو فاضلي بقى ايه كمان؟ مش عارفه دي ركبها بس ازاي. ركبها كده اوكي، وركب بقى الباقي. شكلها عليها ستيكرز اصلا، شكلها حلو جدا. الله بص فاضلي بقى الجزء ده كمان والجزء بقى ده كمان. وبكده اكون ايه خلصت تركيب النحله كلها. هجربها لكم بقى دلوقتي نشوف يا ترى تقدر ان هي تلف ازاي. واو شفت بتلف بسرعه ازاي؟ ايه ده، دي شكلها فعلا تحفه، عماله تلف في دوائر وغيرت الاتجاه بتاعها. لا 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 دي شكلها فعلا تجنن، عجبتني قوي. بص عامله زي المروحه اصلا بتاعت الهليكوبتر اهي، نرميها بقى كده من فوق وتلف بسرعه جدا 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 زي ما انتوا شفتوا. واحد اتنين، الله شفت، تحس اصلا ان هي عماله بترتعش وتغير الاتجاه بتاعها وتلف في كل الاتجاهات. بصوا دي فكرتها جامده جدا جدا، عجبتني قوي. لا فعلا شكلها ممتعه، الطياره الهليكوبتر الفظيعه بالاجنحه بتاعتها دي. بليز بقى قولولي في الكومنتات ايه رايكم فيها، انا عن نفسي عجبتني قوي قوي قوي. وهستنى الكومنتات بتاعتكم، قولي رايكم في النحله الغريبه اللي احنا عملناها النهارده دي اللي بتلف في كل الاتجاهات. طب انا بقى على قطر العاب الاطفال هنجيب لكم بقى بيض كتير قوي، مفاجآت ولعب حلوه قوي هتعجبكم جدا. اكيد ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشيني يا اصحابي، باي باي.